مشاهدينا الآن إلى الفقرة النفسية، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور ممدوح مختار، استشاري الطب السلوكي وعضو في جمعية علم النفس الأمريكية. صباح الخير دكتور. صباح النور. الموضوع يمكن بهم كثير من الآباء إن لم يكن كلهم، حتى بهم الأبناء يمكن والأبناء أكثر. كمان بالفعل مثل ما قالت سارة هن اللي عم يتعرضوا لهذا السلوك. دكتور، ليش الأب أو الأم ممكن يبدأوا بموضوع تفضيل طفل على آخر؟ حقيقة موضوع التفرقة ما بين الأبناء في التربية هو موضوع قديم حديث، بمعنى آخر كل المعلومات النفسية والإرشادات التي وجهت إلى الأباء منذ بداية علم النفس أصيلا منذ حوالي 100 سنة حتى هذه اللحظة، وما زلنا أيضا نعاني من مشاكل زادية يترتب عليها الحالات التي بعد المراهقة تظهر وجلنا إلى العيادة. غالبا الآباء بيفضلوا أو بيفرقوا ما بين الأطفال بناء على أربع محكات. المحك الأول الطفل الذكر أنثى، يعني ده واحد من هذه التفضيلات. اثنين، جميل أقل جمالا. ثلاثة، حبوب أو أقل تعلقا بالآخرين. ربما يكون شاطر في المدرسة أو بليد، ربما يكون أيضا بدين أو غير بدين، أبيض أو أسمر. كل هذه الأجزاء التي ممكن أن تؤثر في التفرقة النهائية أو في التعامل النهائي تؤدي مباشرة إلى نوع من أنواع استشعار الطفل الذي يتم التفرقة في الاتجاه السلبي، لأن في إيجابي وفي سلبي. أيوة بس دكتور، أحيانا في شيء غريب صراحة بيكون، يعني بتلاقي مثلا الأب أو الأم كأنه بيحب الطفل اللي مثلا معذب قلبهم، مش مثلا الطفل بتقول أنت مثلا الأجمل أو الأكثر مثلا نشاطا أو نجاحا في الحياة، لا، بيكون الطفل اللي هو تعبهم أكثر شيء وبرضه بيكونوا بيحبوه وعندهم تفضيل له، وهذا اضطراب مرضي. بمعنى آخر أنا أتفق مع حضرتك أن يكون عناوين ومحكات ومحاور التفضيل في الاتجاه الإيجابي، وده حتى وإن كان مذموما لكنه منطقي. أما أن يكون التفضيل للطفل الشقي أو الأكثر عنفا أو الأكثر قدرة على الدهاء والمكر، ده معناها أن الأسرة مبدئيا هي تعاني من مشكلة كبيرة جدا في الوزن أو التوازن السلوكي ما بين السلوك المرغوب مجتمعيا والسلوك غير المرغوب. أتفق مع حضرتك، ده مشاهد أيضا. طيب دكتور، في أحيانا بيبقى في بالأسرة سارة طفل مريض، يعني بعيد الشر عن كل الأطفال، ولكن بيبقى في طفل مريض، أحيانا الأب والأم بيميلوا لتحبيذ هذا الطفل، بيحبوه أكثر، بيجيبوا له يمكن هدايا أكثر وبيعملوه بطريقة أفضل. كيف ممكن يشرحوا لبقية الأطفال في العيلة إنه هذا مش تمييز، يمكن ممكن يكون فقط بس مراعاة الحالة اللي هو فيها؟ ببساطة شديدة، لأن مفترض أن كل الأطفال في هذه الأسرة سيتعرضون في موقف ما إلى موقف أنهم يبقوا مرضى. المهم مش في التفرقة، المفروض أن تكون تفرقة مؤقتة بزوال السبب، والسبب هو المرض. أعتقد إذا الأب والأم قدروا أن يوجهوا انتباه أفراد الأسرة أن ده وضع خاص لظروف مؤقتة، وبالتالي المسألة هنا مسألة أن أنت بتدي لطفلك 10 دقائق والأطفال التاني يبقوا 7 دقائق، لكن لا 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 أستطيع أن أتخيل أن يكون الطفل في حضن أمه لأنه مريضا طوال الوقت، وبقية الأسرة بما فيها الأب حتى وبعض الأبناء مش لاقين يأكلوا، بمعنى آخر ما عندهمش وقت أن هم يأكلوا، ما عندهمش وقت أن هم يعتنى بهم. طيب، وبالتالي يبقى في مشكلة مترتبة. طيب، في العدد. في هذه الحالة يعني الأب أو الأم مش في حالة الطفل المريض، بشكل عام مثلا عندهم طفل مفضل، طبعا كل الأهالي بينكروا هذا الشيء بس الغالبية عندهم. نعم، هذا الشيء. طيب كيف يتعامل الأب أو الأب يعني أو الأم أنه كيف ما يبينوا هذه المشاعر؟ ببساطة شديدة، إذا قدرنا أن احنا نتحدث عن المحبة الداخلية التي ليس لها علاقة بالسلوك، فلك ما شئت من أن تحبي حد أكثر من حد. حتى في علاقة المشكلة يعني الحب يبان من العيون، أما هي دي بقى المشكلة في الكنترول. يعني حتى في عالم الزواج، بمعنى آخر لو أن رجل لديه زوجتين، إن أحب واحدة أكثر من الأخرى على المستوى العاطفي في الإنفعالات الداخلية، حتى على المستوى الديني لا بأس، المهم في التصرف في السلوك الخارجي. إذا نحن دعوة من هنا إن احنا نتحدث إلى كل الآباء، إذا كان لديك محبة أكثر تقع في قلبك لآخر مقارنة بالطفل اللي عند حضرتك، لا بأس في أنك تستمتع بهذا، ولا نستطيع أن نحن نخلع هذه المحبة لأنها ببساطة إلهية أو ربانية، لكنك حذاري كل الحذر من أن أنت ده يبقى مشاهد
قابل للملاحظة البصرية، سواء من الشخص المعتدى على حقه، لأن ده في نهاية الأمر في حقوق لهذا الطفل جوه هذه الأسرة، الحق ان انا اعمل معامله متساويه مع اخي، حتى وان كنت بدينا، حتى وان كنت ضعيف تحصيل الدراسي، حتى ولو كنت انثى مقارنه بذكر، هذه حقوق اسلاميه وهذه حقوق في التنشئه الاجتماعيه كانت وما زالت ستكون عنوان المساواه ما بين الجميع فيما بعد. انت كنت مفضل عند احد يا مجد؟ والله انا كنت الوسطاني، فيعني رايح علي من فوق ومن تحت. انا كمان وسطاني، انا حبيبه ابويا. لا والله انا رايح من فوق ومن تحت. الوسطاني في الوسط الحسابي بالمناسبه، بمعنى اخر افضل ناس يعاملوا هم اللي يقعوا في الوسط. والله يا دكتور لسبب بسيط، الكبير بياخد الدلال والصغير بياخد الدلال. انا اعني بمعنى توزيع الصحه النفسيه، بمعنى ايه؟ ان الطفل اللي مفترض يكون عنده تحيز مع او تحيز ضد، انا اعني ده، هم المتطرفين واعني بيهم الاول والاخير. طب اللي في النص غالبا نصهم هم مهملين مترقين. بشكل غير مقصود، لكن في نهايه الامر عندما تتحدث معي عن ان الوسط عنده قدر كبير من التهميش مقارنة بالإساءة في التعامل، لأنه فضل أيضا الوسط في كل الأحوال. ما كان في إساءة أبدا. بس الدكتور عدمنا العافية، يعني طلع مهمشين ومهملين وحالة، يعني بدي يعني أعتب على أهلي اليوم. لا هو طبعا ببساطة هم ما عندهمش من الخبرات ومن الوعي. وأهم ما يميز هذه الجزئية الخطيرة هو عدم الوعي وعدم القصدية. مفترض ما في نية سيئة طبعا، مؤكد، لكن في نهاية الأمر نكون صراحة أن النتيجة مشاهدة في العيادة النفسية بغض النظر بقى عن سوء النية المبيت أو حتى سماحة النية في المعاملة، لا احنا بنجد بقى أشكال من السلوك المضطرب في الخمس سنين الأول. بالمناسبة التفرقة في المعاملة لا يمكن أن يكون لها آثار بعد الخامسة، بمعنى آخر نحن نقول لكل أب وكل أم ما بعد الخمسة الأول ربما إذا كان سمت تفرقة لن تحدث تأثيرا كبيرا في دعم الشخصية، لأن دعم الشخصية تبدأ من سن واحد حتى خمسة، بعد سن خمسة ربما يكون هناك من الشخصية ما تحتمل هذا التفريق بل وتعتبر جزء من التحدي لأن يكون أبرز أو أفضل من أخيه المفضل عنه. أيوه. طيب سارة بدي أسأل الدكتور كمان عن موضوع الأثر النفسي يمكن عند الطفل المدلل أو المفضل، هو كيف بيحس دكتور أو سلوكياته كيف تتأثر نفسيا بشكل لاحق؟ رقم واحد هيحس بأنه هو عنده فوقية غير مستحق لأنه أخذها من الوالدين. أيوه. الخطر ليس في داخل الأسرة حقيقة، خطر الخطر بقى ميجي متعنطز في المدرسة لأنه مفضل وبالتالي متكبر، وبالتالي عندما يكون في وسط التلامذة المحك الأول في الموقع الدراسي ببساطة شديدة هو إيه؟ هو التفوق، لكنه ليس لا يحوز هذا التفوق، وبالتالي يحصل له نوع من أنواع الإحباط. أيوة. رقم اثنين إن الشخص ده بيبقى أكثر دلالا، وبالتالي يبقى قدرته على الصمود ضد أو أمام كل الاضطرابات الاجتماعية اللي ممكن تحدث له في قطاع الزواج، في قطاع الوظيفة، في قطاع العمل، في قطاع الأصدقاء، غالبا ما يكون مصدوما وفي مقتل، بمعنى آخر أشخاص مدللين لا يستطيعوا أن يواجهوا الصعوبات. طيب خلينا نحكي كمان عن الأطفال اللي هم حيكونوا مضطهدين اللي هو مش مفضل بالضبط الطرف الآخر، وبعدين أحيانا كمان يمكن لازم نتكلم شوية عن أنه طب لما الأب يفضل طفل معين والأم تفضل طفل آخر، هل هذا الشيء بيخلق صراع بيصير في أحزاب؟ وبعدنا عندنا فريقين، فريق الأب وفريق الأم. أيوه. وبالتالي في الحالة دي إحنا بعد فترة ما يعني كبرت أو قلت الآباء حيكونوا يعني موار عنهم إما الأضواء وإما قد توفوا. الصراع بيبقى قائم، لكن هاخد من اللي حضرتك تفضلت بيه المضطهد بقى. المضطهد يدبر مكائد لأخيه اللي كان مفضل عنه، وبالبساطة شديدة المكائد دي قد تصل في بعض الأحيان إلى إيقاع الأذى وهو على وعي بأن الأذى متحقق، بل ويبقى شديد الفرح بهذا الأذى. ده بنشهله في العيادة وبنشهله في العلاقات اللي تبقى ما بين الأطفال. وبالتالي أنا بعتقد أن الأب والأم إن فرقوا فهم يعانون، والشخص المفضل والمفضل عليه أيضا يعانون بشكل أو آخر، كل في إطار من طيب. الجانب النفسي. دكتور ممدوح شكرا، طبعا الموضوع طويل وما رح يخلص صحيح. بس أهم شيء أنه طلعوا الأطفال اللي في النص هم الأسوياء في الموضوع هذا كله. حقيقة فأنا ومجدي وضعنا تمام. أيوة وضعنا تمام. شكرا، أهلا وسهلا.